الريب فيرجن 2 الا يعمل باستخدام عنوان البث 224.009. يعني درنا الريب هنا فيرجن 2، درنا الريب فيرجن 100. اللي يبعث تحديثات يبعثهم غير اللي فيه الريب، ما يبعث اللي اوتر اللي تاعها فيهم دي بروتوكول داخل. هذا هو الفرق بين الريب فيرجن 1 والريب فيرجن 2. داكور؟ ديناميك راوتينج عندنا اول حاجه راح نديرو انيبل كونفيج تيم، ندخلوا للانترفاس S00. بعد ما ندخلوا للانترفاس راح نديرو فيها ادريس اي بي الماسك تاعها نو شات داون اكزيت باللحنه، صديقه نديرو فوق كونفيغوراسيون تاع لي ادريس اي بي تاع الانترفاس هذه، ما نديرو لي ادريس اي بي تاع الانترفاس هذه الثانيه. داكور؟ من بعد واش راح نديرو؟ راح نفعلوا فيه الريب. واش نديرو؟ نديرو كونفيج تيم، نديرو راوتر ريب، صديقه راني نفعل في البروتوكول الريب. واش استعملت؟ استعملت لا فيرسيون 2، ندير لي ريزو لي لاستين في هذا اللي راه مون كونيك اللي راه لاستين في هذا الراوتر الاولى 192.168.5.0.0.0. هذه هي الطريقه كيفيه تفعيل بروتوكول الريب. هبدا نشوفوا بعد نشوفوا الاخر بروتوكول باكيت تراسل باش نفهموا العمليه مليح. هاي سبين رميش أول حاجة راح نديرو الراوتر. هاي ما نقدر نراوتر ندخلو في الراوتر تاعنا باش نديرو إعدادات مثال. صح، ندخلو في الراوتر تاعنا نديرو هنا ناو، نتبعو معايا ليه نشوفو سي بون نشوفو. لا راح نديرو إعدادات، نديرو إنيبل كيما موالف، نديرو كومبيك تي كونفيكتي، نديرو اسم مثال للراوتر نديرو هوست نيم مثال نسموه انا. ها درنا له اسم، راح نديرو مثال باسورد، نديرو انيبل سيكريت باسورد. لا انيبل سيكريت باسورد نديرو هو مثال. ها مثال لا لين دو لا فينيك موت باس، نديرو لاين كونسول زيرو. لاين كونسول زيرو نديرو لها باسورد، نديرو اكزيت. دروك هادو راني درت اعدادات ياك، درت اعدادات ولا ما درتش اعدادات؟ درت مونت باس، درت مونت باس لاين دو كوم، هادو اللي اعدادات وين راه؟ راحوا لواحد الفيشي، هذاك الفيشي واش اسمه؟ اسمه رانين كونفيك، يعني كون دوك نعاود نطفي الروتر تاعي نعاود نشالو نسيب الاعدادات راح. صح؟ باش نحفظ الاعدادات لازم لي ننقلهم. ننقل دير ولا نديرو اكزيت، نديرو WVR. واش دير WVR؟ يعني تحفظ الاعدادات من راني كونفيك ديرهم في ستارت اب كونفيك. ايوا حفظت الاعدادات. داكور نديرو اكزيت، راني خرجت كامل الروتر. في حال ما اذا انا نسيت الموت باس، دخلت للروتر ونسيت الموت باس ما قدرتش ناخذ، ندير انيبل اي دوموندي لي موت باس، ما عنديش موت باس، ما نعرفش موت باس كيف ندير.
enable خاصني الباس كيفندي. قلت لكم العملية يسموها password recovery، صديق استرجاع استرجاع password. أول حاجة وش نديرو قلنا؟ قلنا نروح نطفو الروتر تاعي. أول حاجة وش نديرو؟ نطفو الروتر تاعي. طفينا الروتر تاعنا. ونعدو نشعل الروتر تاعي. ما خليش يحمل، دير كونترول سي. يديني دير كل روما، صح؟ علاش يحمل قيت صح ونحمل الاي او اس وحمل لي ستارت اب كونفيك. قلت لكم انا نحوس نحمل الاي او اس بصح ما نحولش نحمل ستارت اب كونفيك. علاش واش نسيت 21 40 ريك اكس 20 ما ندير ريزيت ولا ريلود ريزيت اللود يعني عاود حمل لي السيستم ديال الكور بس راه يحمل لي الاي او اس بلا ما يحمل لي ستارت اب كونفيك داكور. ايوه اسكو تخرج دوك الروتر ولا ما تخرجش؟ كون ندير انيبل تبقى لي الروتر ولا ما تخرجش؟ تخرج الروتر بلا ما تخلص. وهنا واش معناها هذه؟ معناها راني تخطيت مازال ما جبتش الستارت اب كونفيك. نيشان ستارت اب كونفيك ما جبتوش، بدلت قيمه الريجستر باش يجي ديال السيستم ديكسبلوطاسيون اي او اس بلا ستارت اب كونفيك. واش رايح ندير دروك؟ صدي دروك الراوتر تفتح على اساس ما فيه والو يرجع للزيرو. واش نروح نجيب ضروري نروح نجيب ستارت اب كونفيك، يعني في عوض ما هو بطريقه اوتوماتيكيه يجيب لي ستارت اب كونفيك ويجيب لي الاي او اس. قلت لا روح جيب لي غير الاي او اس وانا نجيب روحي ستارت اب كونفيك صح. واش راح ندير انا؟ راح ندير باسكو شوفوا ستارت اب كونفيك فيها الاعدادات مازال فيها الموت باس وفاهمين ولا مش فاهمين مازال فيها الاعدادات. واش راح ندير؟ ندير كوبي ستارت اب كونفيك رانين كونفيك. واش معناها؟ معناها قلت له روح جيب لي الاعدادات اللي راهي في ستارت اب كونفيك وديرهم لي في الرانين كونفيك. طيب ندير اونتري ديستنيشن فايل نيم قال لك راه جايب لك راه جايب لك 612 بايت جايبهم لك من ستارت اب كونفيك. دروك كون نروح ندير شاو كون نروح ندير شاو رانين كونفيك نصيب الاعدادات الاولى اللي دخلتهم وفهميني شاو رانين كونفيك. شوف شوفوا شنو نلقى نلقى الباسورد اللي درتو ما يعطين ان دو تروا اللي درتو يعني عاود رجعتو صدي واحد جبتو ستارت اب كونفيك واحد درتو في الرانينغ كونفيك. دروك مثال كنا نعاود نطفي الروتير ونعاود الشارع عاود يصاري نفس المشكل اللي صرا لي تاع لاكرا يرجع لي الموت باس يرجع لي الموت باس بصح انا ما خصنيش نرجع الموت باس. يا اما واش ندير؟ يا اما دروك راني استعرضت غلطت الموت باس اللي هو ان دو تروا يا اما انيولي كلشي انيولي كاع لي الموت باس اللي كنت دايرتهم باش انيولي لي مود باس ديرتهم لاين كونسول زيرو وندير نو باسورد صديق راني نيليميني في لي مود باس نو باسورد اكزيت صديق راني ايليميني في الباسورد تاع الكونسول صح. ومن بعد واش ندير؟ هيا جماعه شنو ندير؟
راني بدلت الموت باس، راني بدلت نحيت لي موت باس سي بون، درت لاين كونسول اليمينيت الموت باس، واش ندير درك؟ اذا راكم عاقلين ضروا كون نعاود نقلع نعاود نطفي السويتش، نطفي الروتر تاعي نعاود نقلعو، راح يقلع لي غير الاي او اس مش راح يقلع لي الاخر. علاش؟ باسكو بدلت قيمه الريجيستر نيشان، لا خاصني نرجع لقيمه الريجيستر الاولى اللي كانت بار ديفو، باش خاطر هو كيقلع يقلع لي الاي او اس ويقلع لي ستارت اب كونفي كيما كان نيشان. لا تما واش خاصني ندير دروك؟ واش خاصني ندير؟ خاصني نرجع قيمه الريجيستر الاصليه نيشان. واش رايح ندير؟ كون ندير دروك شاو 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 فيرجن ولا شو لا فيرسون تاع بالضبط نحسبوها 0x2542 راهي مبدله قيمه الريجيستر. ما خصني نرجع قيمه الريجيستر الاولى اللي كانت بار ديفو. اش نديرو؟ نديرو كونفيغ، نديرو كونفيغ كونفيغ يور لا كونفيغ الريجيستر كونفيغ الريجيستر أو كنديرو exit، كنديرو WDR، كنديرو شاو version، شاو version، وفوار لا version تاع لي روجيست هاي، أنا بدلناها، داكور؟ تسمى رجعنا القيمة العادية اللي هي بار ديفو تاع الروجيست باش يقلع، يقلع قبل العملية اللي مش مفهومة. هذه أول حاجة. ثاني حاجة اللي هي الموت أكسس. الموت أكسس وش معنى الموت أكسس؟ معناها إنه الأكسيد يقولنا للروتر أديستانس، يعني عن طريق الآخر أكسيدي للروتر. كيف نديرو باش نأكسيدو للروتر أديستانس؟ راح نديرو لا كونفيغوراسيون، نديرو إنيبل. رايحين أول حاجة نكونفيغيرو لي زانترفاس تاع الروتر كونفيغ تي باس إترنت 0/0 0/0 اللي هي هاذي هاذي باس 0/0 نديرو إي بي أدريس نديرها 192.168.1.1 200 صح. نديرو ناو شات داون، افتح لي هذاك البور ناو شات داون، نديرو اكزيت، نديرو اكزيت. لما نجاو شاو اي بي، شاو اي بي انترفيس، لا شاو اكزيت، شاو اي بي انترفيس بريف. ايوا هاي مثل هاي فاست انترنت 00 مدينها ادريس اي بي ان، ونشوفها واش راح نديرو ثاني. راح نديرو ايش راح نديرو؟ نديرو انيبل، من انيبل نديرو كونفيغ تي، كونفيغ تي راح نديرو لاين في تي اي 0، ندخلو فيها نديرولها باسورد، باسورد مثال 1 2 3، نديرو لوغن، لوغن نديرو اند، نديرو دبليو في ار باش نحفظ الإعدادات التالية. نروحو لهاذي للبيسي، البيسي
اكيد راح عنده ادرس اي بي وادرس اي بي اللي هي 250 168 واحد 100 ميخيل. يبقى هنا كانك خاصني دروك منه اكسيدي الروتر اكسيدي اكسيدي الروتر واش ندير ندير الكوموند وندير تلت صافو ندير لادريس اي بي 192 168 واحد واحد باسورد ان دو واتر دي تي اي الروتر صحيح لو انيبل باسورد ان دو واتر ندير الكونفيجراسيون تاع الروتر تاعي ان وات مفهوم ولا مفهوم كيف درنا الكونفيجراسيون تاع التلت مفهوم ولا مش مفهوم يا جماعه الصوت غير واضح مفهوم لو بي اس بي عين الذهب ربي هذه عن هذه كيفاه ناكسيدو بالتلات ولا ناكسيدو اديستانس دوكا نروحو لحاجه واحده اخرى اللي هي روتاج ستاتيك نروحو للروتاج ستاتيك روتاج ستاتيك مثال عندنا روتر هنا صح عندنا روتر هنا عندنا مثال عندنا مثال هنايا عندنا عندنا سويتش هنا عندنا سويتش هنا وعندنا بي سي وعندنا بي سي نربطو بيناتهم تبدو معي هاي مثال هذا البي سي مدروب بالادرس اي بي البي سي مدروب ادرس اي بي مثال 260 واحد مثال 10 نديرو الباسورد تاعو اللي هو 260 واحد اي بي نروح نديرو لهذا ادرس اي بي ثاني كنترول V مثال هذا خاصنا واش خاصنا نكونفيغيرو خاصنا نكونفيغيرو هذه الانترفاس وهذه الانترفاس وهذه الانترفاس وهذه الانترفاس هذا راه ريزو واحد وهذا راه ريزو اثنين وهذا راه ريزو ثلاثة خلاص نروحو أول حاجة للروتر هذا ونكونفيغيرو لادريس اي بي تاع لادريس اي بي تاع لي لي انترفاس نديرو انيبل تبعو معايا هاي نديرو كونفيغ كونف تي كونف تي ندخلو مود كونفيغيراسيون واش نديرو نديرو انترفيس فاست انترنت 0 سلاش 0 اول حاجه 0 سلاش 0 واش نمدو لها نمدو لها اي بي ادريس اي بي ادريس اللي هي 192 168 واحد واحد ونديرو لها الماسك تاعها 255.0 داكور هاني درنا لها ناو شدة ايوا ناو شدة هاو رانا غلطنا وين غلطنا ناو شت داون لا ناو شدة اي مره درنا لادريس اي بي الانترفاس هي دوك خاصنا نديرو الانترفاس ديجا راهي شعلت راكم تشوفوا فيها شعلت بالقدره خاصنا نديرو اف 0 نعاودو ندور واش نديرو اكزيت اكزيت واش نديرو نديرو انترفيس انترفيس باس انترنت 0 سلاش 1 هذه المره درنا سلاح 0 سلاش 0 نروح 0 سلاش 1 نديرو لها اي بي ادريس اي بي ادريس واش هي الادريس اي بي اي بي ادريس نديرو لها 10 بوان 10.0.0 بوان مثال
والماسك اتحاد 255.0.0.0 داكوغ، واش نديرو ناو شات داون، يعني افتحلي هذاك الطور ناو شات داون. بعد ما درت ناو شات داون نحيو واش نديرو، نديرو اكزيت نحفظ دبليو في ان، تنساوهاش دبليو في ان اكزيت دبليو في ان باش قلنا يروح لكونفيكيراسيون ستارت اب كونفيك دبليو في ان. زعما واش درنا هنا، رانا درنا كونفيكيراسيون تاع هذو لي دوز انترفاس، هذا دو تشعل هذه ثاني. راح ندخل هذه دروك نديرو ناو انيبل انيبل باس انترنت 0.0 نفس الشيء. هي 0/0 نشوف 0/0 سما واش نديروها، نديرو لها اي بي ادريس نديرولها 10.0.0.255.255.0.0.0 لا كلاس A نديرو ناو شات داون. طيب ناو شات داون بعدا واش نديرو، نديرو اكزيت نروح نديرو الانترفاس الزوجة نيشان، نديرو انترفيس باس الانترنت وكا 0/1 نورمال، لا 0/1 هاك هاك 0/0 0/1 0/1 شو راح ندير 0/1 نديرو لها اي بي ادريس، اي بي ادريس نديرو لها 192 168 اثنين واحد ميشن اثنين واحد 255.255.255.0 طيب نضرب غير نشالو كامل هذو لي زانترفاس راهم مشاعلين. دوكا واش خاصنا، خاصنا قلنا هذا الروتر، هذا الروتر راه يعرف دوكا، راه يعرف هذا الريزو ويعرف هذا الريزو نيشان، وهذا الروتر راه يعرف هذا الريزو ويعرف هذا الريزو. اسكو هذا الروتر يعرف هذا الريزو؟ ما يعرفش هذا الريزو. اسكو هذا الروتر يعرف هذا الريزو؟ ما يعرفش. صافي خاصنا في الروتر هذا نعلمو، يعني الادمينستراتور الريزو يعلم بطريقة يدوية يعلمو هذه الشبكة، مفهوم ولا لا؟ يدخل واش يدير؟ واش يدير؟ يدير يدير اكزيت يدير اكزيت. كون نشوفو، كون نشوفو لا طابل دو روتاج تاع لابور تاع هاد الزواج نديرو شاو اي بي روت، نديرو شاو اي بي روت كنشوفو فيها هذا هو لا طابل دو روتاج تاعي. راهي جايتنا سي سي كونيكتد كونيكتد، يعني هادو لي ريزو راهم متصلين بطريقة مباشرة مع الروتر تاعي، نيشان متصلين بطريقة يعني كونيكتد كونيكتد، راهم متصلين بطريقة مباشرة مع الروتر تاعي. خاصنا ندخلولو ستاتيكمون روت، ندخلولو ستاتيكمون. واش نديرو انا داخل في هذا الريزو في هذا الروتر ياي يعني. واش نديرو، نديرو كونف تي. بعد ما نديرو كونف تي واش نديرو، نديرو اي بي روت، اي بي روت نعلمو الطريق. واش هي الطريق؟ اللي هي 192 168 2 0 نيشان، ما يعرفش 2 0 لي الماسك تاعها 255.255.255.0 نيشان، لي تروح عن طريق المنفذ هذا، يا اما نديرو عن طريق اف 0 1 نديرو اف ا 0 1 يا اما نديرو لادريس اي بي تاع هذا تاع هذا اللي تخرج منها، اللي تروح منها لهذا الريزو. فهمتي كيف ولا لا؟ واش رايحين نديرو، نديرو حنايا هادي نديرو 10.0.0.1 دير اللي راح تخرج منها المنفذ اللي راح يخرج منها، ونديرو اكزيت نديرو دبليو في ان، ونروح نديرو شاو اي بي روت نسيبو زاد لنا طريق واحد اخر. هاهي بينا كنت تشوفيها
شي و اي بي يو تاعي ستاتيك مش ان اس، زاد لنا روت وحده اخرى اللي القيمه الاداريه تاعها المتريك تاعها زيرو، تروح عن طريق الانترفاس ديال الادريس تاعي 10 0 0 مفهومه. هذه هي ستاتيك مو. نروحوا نفس الشيء نديروا لهذا الروتر، واش نديروا لهذا الروتر؟ نديروا انيبل ها، نديروا انيبل ومن بعد واش نديروا؟ نديروا كونفتي، واش نديروا؟ نديروا اي بي روت، يعني اي بي روت الطريق اللي لادريس تاعها اللي ما تعرفهاش 192 168 1 0 نيشان، اللي الماسك تاعها 255.255.255.0 وتروح ليها عن طريق الانترفاس اللي لادريس اي بي تاعها هي 10.0.0.1. طيب اكزيت نديرو دبليو في اف ونروح نديرو شو اي بي روت، شخرج لنا في لاطاب دو روتاج. ايوه زاد لنا لادريس ايوه ستاتيكمون هي 192.168.1.0/24/24 اللي ليكريتيغ سيدر صغير 24/24 بيت بارتي نتورك. دوكا كون نروحو نبعثو ميساج منا من هنا شوية يطول باش وديت يعني ودو يعني هاي الادريس الاخر سيميلاسيون الادريس الميساج يوصل عادي ويرجع عادي. هذا هو الروتاج ستاتيك، يعني علمت الروتر تاعي بطريقة يدوية، علمته الريزو اللي ما كانش يعرف. هذا هو الروتاج ستاتيك، مفهوم؟ مفهوم؟ نروحو للروتاج ديناميك، نديرو مثال على الروتاج ديناميك. الروتاج ديناميك، جيسبيغ كما طولتش عليكم، نورمال. أحسن؟ ندخل الروتاج ديناميك. الروتاج ديناميك واش راح نديرو؟ راح نجيبو هنايا روتر، نجيبو هنا روتر، نجيبو هنا مثال روتر، نجيبو هنا كيما نبغي عدد ديال روتر، هنا روتر، نجيب هنا مثال روتر، نجيبو هنا روتر، صح؟ هنا ندير غير روتر واحد، نربط بيناتها، نولي روتر، نربط بيناتها. لا صبر تشوفوا صبروا هنا يا خاصني نبدل الانترفاس، هنايا خاصني نزيد الانترفاس، لازم نطفيه باش نقدر نزيد الانترفاس. نعم هنا نزدو انترفاس نروحو نربطو هنا مثال شو بيسي مثال بيسي نبطل من الله نبطل بيسي من الله أيو نبطل بيناتو
شوفوا احنا هنايا شوفوا نديروا الزوم صح؟ هو كاستر كوبي فيديو غير الاتصال كوبي فيديو شكل وكان شحال عندنا من ريزو، عندنا ريزو واحد، عندنا هنا زوج، وعندنا هنا ثلاثة، وعندنا هنا أربعة، وعندنا هنا خمسة، وعندنا هنا ستة، وعندنا سبعة تالي ريزو، سبعة تالي ريزو بطريقة كيف نربطو بيناتهم صح؟ أول حاجة نجيو لهذا الريزو ونبداو نكونفيكيرو في ريزو تاعنا صحيح؟ نقدم شوية هكا باش يبان لي لي زانترفاس، عندي هنا كونفيك، عندي أول انترفاس اللي هي عندي أول انترفاس اللي هي 0A راح نديرو فيها 192 168 نديرو 1 1 متر صح؟ نشعل عندنا الانترفاس F00 نديرو فيها مثال كنترول V نديرو فيها 2 2 1 وعندنا S020 هذه نديرو فيها مثال لادريس كنترول V نديرو فيها مثال لا 6 1 نديرو أن متفاهمين انا نكونفيكيرو في زانترفاس 00 شعلتها صديق انا نكونفيكيرو في زانترفاس نروحو لهذا الانترفاس هذه عندنا 00 00 و 0 ام يعني نروحو نديرو لها 00 نديرو لها ادريس اي بي 00 تسمى 2 كنترول 2 1 تسمى نديرو 2 2 زيرو ان زيرو ان ديروا لها مثال كنترول فين ديروا لها 3 3 1 فهميني شنو ندير ندير في لي زادريس اي بي تاع شاك انترفاس كل وحده مد لها ريزو واحد واحد صح تما دوكا نروحو لهذه هذه مدينها 3 نقدمو شويه باش نعرف لي زانترفاس عندنا 00 كونفيك عندنا 00 نديرو لها 3 مثال 3 2 3 2 صح وعندنا 0A نديرو لها مثال 4 1 4 1 ان شاء الله ما يتخلطوناش لي زادريس برك 4 1 ماشي ندور لهنايا 00 00 ندير لها 4 2 كنترول في 4 2 نشعلو المحور تاعنا نجول هنا هذا ما درناوش الاس 00 الاس 00 0 واقيلا 000 ميشان 000 اس 000 شنو نديرو له ادريس نديرو له كنترول في نديرو له 5 مثال 5 1 5 1 والجهة الأخرى هي 0A 0A نديرو لها 7 1 كنترول في 7 1 صح صح شعلناها ولا مش شعلناهاش مش شعلناهاش واحد 4 2 واحد 7 1 واحد هذا واش راه فيه في اس 00A وهذا شيء شحال هذا النيميرو 000 صح 00A زيرو زيرو ا
هو هاف، مش هنديرو له ادرس، هنديرو له 5 2 خمسة، شو ديك الادرس اللي الريزو خمسة، ها ونديرو له اون ونروحو لهذا 000 000 اللي هو الادرس ستة، نديرو الادرس ستة ميل، ستة واحد ستة اثنين وعلى واحد درناها. اسكو شعل ولا شعل ولا مش شعل وشعل؟ قلنا هذه اف زيرو اف ا زيرو ا زيرو ا، نشعلها نشعلوها زيدو، مثلا هادو زوج ما عرفش يعني زيرو زيرو اف ا زيرو زيرو هنا ا زيرو زيرو اثنين واحد هنفعلها وعندنا اس او وهذا هي خاصة بين الشعلوة. طيب طيب هاو شعلوة معنا ومالمو روك ساي أنا خاصنا وش نديرو خاصنا هنا خاصنا نفعلو بروتوكول اللي هو بروتوكول الريب، بروتوكول الريب غير فاز نفعلو بروتوكول تاع الريب هنا يقول لي يعرف لي كاع المسارات، يقول لي يعرف المسارات يعني يقول لي يعرف المسار هذا يقول لي يعرف المسار هذا يقول لي يعرف جميع المسارات يقول لي يعرفها لفات نفعلوا بروتوكول الريب. كيف نفعلوا بروتوكول الريب؟ ندخلوا هنا وانا ميك راح ندخلوا اكزيت نديروا كونفيك تي بعدين نديروا روتر وروت روتر ريب راوتر ريب يعني بروتوكول الريب مش من فيرسيون فيرسيون 2 كنا فيرسيون 2 خير من فيرسيون 1 داكور فيرسيون 2 وحين نديرو النتورك اللي لاصقين فيه هذا النتورك اللي لاصقين مع هذا نديرو النتورك نعرفو غير بالنتورك كونيكتيد نتورك واش هما لي نتورك اللي عندي نتورك عندي 192 صح 168 واحد زيرو هذا الاول اللي هو 6 زيرو صدي غير لي لاصقين في هذاك ال طيب ده غير لي لاستين طيب في هذيك الروتر اللي لاستين اللي نتورك اللي لاستين في هذيك الروتر نديرو اكزيت ونديرو دبليو دي طيب نديرو اكزيت ونديرو دبليو دي نفس الشيء رايحين نديرو في الروتر هذا نديرو في الروتر هذا ونديرو في الروتر هذا ونديرو في الروتر هذا صدق في الروتر هذا رايحين نديرو هذو زوج لي ريزو في الروتر هذا راح نديرو هادو زوج لي ريزو في الروتر هذا راح نديرو ثلاثة تاع لي ريزو عندنا هذا عندنا هذا وعندنا هذا في الروتر هذا راح نديرو زوج لي ريزو في الروتر هذا راح نديرو كذا لي ريزو مفهوم ولا لا؟ هذا هو بروتوكول الريب يعني بروتوكول الريب هذا هو بروتوكول الريب طيب هذا هو بروتوكول الريب مثال كون نروح دوكا راني فعلتهم انا كاع في هذو لي بروتوكول كون نروح ندير شاو كنا نروح نشوف نشوف الطابلوطاج انيبل دير شاو شاو اي بي روت نيشان ايوا هذا هو الطابلوطاج تاعنا واش عندنا عندنا كونيكتد 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 كير سي 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 شوف يا هذو لي ريزو لي راهم كونيكتي على اتصال مباشر مع الراوت ونسيبو الار 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 هذا واش معناه الار 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 معناها الريب معناها ديناميك معناها نفعل فيه بروتوكول اسمه بروتوكول الريب صح ويعطي كاع المسارات يعطيك 100 168 3 24 ها هو لا قيمه التلاحق تاعو نروحوا ليه عن طريق قفزه واحده صحيح عن طريق هذه الانترفاس مفهوم ولا لا صديق يسطرنا لي روت اللي راه رايح يروح منها الروتر ولا لي روت اللي راح يسلكهم يسلكهم لي باكي في هذا الروتر هذا هو الدور تاع الروتر مثال كون نديرو باكي هنا منا نبعثوها لهنا نعاودو باكي منا لهنا
الاحساس الروح اللي احنا يتعاملوا نديروا منا فاكي روح منا الله ونديروا سامي لاس مين راح تلباكي؟ مين راح تلباكي؟ شو فيها مين راح؟ احنا عندنا مسارين، عندنا مسار يا اما هذا يا اما المسار هذا نيشان، يا اما الباكي تروح من الجهه اليمنى، يا اما الباكي تروح من الجهه اليمنى، الباكي راح من الجهه اليمنى، يعني الريب يختار اقصر مسار، يعني اقصر مسافه يختارها الريب باش ينقل الباكي تاعو، في عوض ما يفوت بدون روتر فتغيب روتر واحد ونقل لنا الباكي تاعه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ جيسبيغ كو فهمتو، مفهومه ولا مش مفهومه؟ هذه هي هذا هو الروتاج ديناميك. دوك كون نروح لاي روتر لاي روتر نصيب نلقاه نفس نلقاه طاب دو روتاج تاعو خدمها اوتوماتيكمون، صافي انا ما وليتش لهذا الروتر، ما وليتلوش هذا الريزو، ما وليتلوش هذا الريزو بطريقه يدويه، فعارفو غير بروتوكول الريب وهو خدم الريزو تاعو وحده. هذه هي هذا هو روتاج ديناميك، يعني عن طريق لي بروتوكول يخدم الطاب دو روتاج ويبعث لي باكي تاعو. داكور هذا هو فيما يخص غسل اليوم. جماعة كاش سؤال فيما يخص روتاج ديناميك ولا روتاج كلاسيك؟ درت له روت صح روتاج ديناميك نو، فعلت برك فعلت لي بروتوكول، فعلت بروتوكول الريب وهو خدم الروت الطابل دو روتاج وحده وهو بدا يعرف الروت. هو بدا يعطيك الصحة مدام. هذا الريزو راح يفيدنا بوكو بلوس، من بعد راح يكونوا عندنا دي ريزو اخرين ان شاء الله في لي زيتابليسمون تاعنا. كالي عندهم ريزو في الراديو ابار، كالي عندهم ريزو تاع لابو ثاني عندهم ريزو وحدهم. كاين ريزو تاع لودان صال بيناتهم بهالطريقه، يعني ليماج اللي راهي في الريزو نتاع لا راديو كيفاش تروح البي سي تاع لوب تاع الميدسا اللي راهو في الريزو تاع الدار. هذه ديما لي كيسيون سيرسيوها لنا لي انفورماتيسيان في لي زوبيتو، يقول لك الراديو راهو عنده ريزو وحده والدار راهو عنده ريزو وحده وما نقدروش نبعثو. سي سا اي وضحت لكم الاستاذه اليوم كيفاش يتم نقل المعلومه، كيفاش لا كونفيغوراسيون كي يكونوا عندكم دي ريزو ديفيرون، تقدر دير 1000 ريزو. هكذا استاذه برك تكونفيغيري الريزو تاعك كيما وضحت لكم الاستاذه دوكا، يعني يكون عندك ريزو ابار تاع راديو ما تخافش، تاع لابوراتوار ما تخافش، وراو جايين دروك لو تريكو باش توجدوا رواحكم باش يكون عنده ثاني الريزو ثاني وحده ابار. لو ريزو لو تريكو كونسيرن اونيكمون ليكونوما ولي كونطابل دام بور لي ميدسان لي باراميديكو اي تو، ومن بعد لو تريكو راح يكون في لا كونطابيليتي في ليكونوما في لي ريسورس هيومان اتسيتيرا، راح يكون عندنا ان شاء الله لو تريكو. راح نبداو لو تريكو ان شاء الله مع كلكو سبيساليتي برك كلكو زوبيتو اللي فيهم كلكو سبيساليتي اللي هما 8، خيرنا 8 ايتابليسمون اللي فيهم لا نوروشور. اي جات الهضره باش نعطيكم المعلومه هذه. راح نبداو ان شاء الله لو تريكو في 8 ايتابليسمون. كان هنا في الجي عندنا 3، عندنا نوروشور اللي فيهم نوروشور، كاين بليدا، كاين وهران، كاين تيبازا تاع شرشال. هذوما نورمالمون راهم بداو ينستاليو ان شاء الله في لو تريكو. نتمنى تكون الانفراستركتور تاعكم ريزو واجده، الروتاج نتاعكم يكون واجد،
جماعة منو هكذا وجاي راه جاي الخدمة، وجدوا رواحكم، وجدوا نفرا سوسيو تاعكم مليح، لي روتور ريزو سيرفر كلشي يوجد، اللي ما فهمش حاجة يتفضل، اللي عنده كاش مشكل يتفضل. داكور استاذك ما تزيدي. ما هل شكون اللي عنده سؤال يدير له بلا ما؟ كما شفتوا راه خرج ثاني ل ل نتاع نائب مدير مكلف بالاعلام الالي. انا بدينا كمرحله اولى في بالمؤسسات الاستشفائيه الجامعيه، وراهي جايه ان شاء الله نتاع جميع المؤسسات، ما تخافوش. بدينا بنائب مدير في البي سي اتش يو، ان شاء الله كادر سوبيريور في الانفورماتيك، هيكونوا دي سو ديريكسيون ديريكتومون. داكور كذلك رانا نوجدوا في الستاتيو نتاع الانفورماتيسيان، ما تخافوش راه في الطريق، عن قريب ان شاء الله يوجد. اللي عندهم اي سؤال ولا اي اقتراح ولا كيفاش لا يتم اقصاء اي جهه، لا طبيعه الحال كنديروا قانون نحيش من الناس كامل، ما كانش مؤسسه فيها ومؤسسه ما فيهاش، رانا كل سواسيه، جميع المؤسسات، جميع المهندسين، جميع التكنيسيان تاع لافورماتيك، كي تخرج حاجه كونسيرن تو المون، اي حاجه نديروها راه في مصلحه الجميع. داكور المؤسسات كامل معنيه. كل عنده سؤال ولا عنده اضافه ولا ما فهمش حاجه ولا يتفضل. قول لي تريد لو في لما ما كان حتى سؤال، ما كانش مشكورين على ما أرجو أن توضحي أن هذه الإعدادات تصلح فقط إلى أن كل سيسكو صنع وله طريقة. لا لا أخي العزيز راك غلط، أي روتر ماشي غير سيسكو برك هكذا أستاذة. فورتينات اللي كوموند ممكن تيجي نفس الفكره نفس الطريقه. بونجور دي اس اي اي فينونسمون دو لوبيراسيون، اه يعطيك الصحه اللي هضر على فينونسمون هذا ادم او اش اس دي اش، ما على بالناش شكون هو، يعطيك الصحه كيف فكرتني في الفينونسمون. بعثنا لكم اكري باش ديروا الفينونسمون باش تشروه لي زيكيبمون من البيجي تاعكم تاع المؤسسه، وتعتمدوا على كل ما هو موجود، وان شاء الله عن قريب ان شاء الله رايحين نديروا لكم دي ان شابيتر في الميزانيه تاعكم اللي راح يكون يهدر غير على النيميريزاسيون، شابيتر راح نسميوه نيميريزاسيون ان شاء الله، وراح يكون عندكم شاك اني ان بيجي سبيسيال اللي يهم الاعلام الالي والرقمنه وكلش. داكور صح رانا بدينا بصعوبه وعدنا هكذا هكذا وهكذا، رانا على بالنا على درنا هكذا. امن المعلومات راح تكون ان شاء الله سو ديريكسيون هنا في المينيستر، راح نزيدوها جديده تابعه لينا حنا، تابعه لا دي اس اي، لا دي اس اي باش يكون في علمكم فيها دو سو ديريكسيون، فيها لي سيستم دانفورماسيون وكذا ولي زابليكاسيون، وفيها لا سو ديريكسيون تاع الريزو، راح نزيدوا اون تروازيام سو ديريكسيون راح تهتم بامن المعلومات. داكور راح يكون فيها تكوينات، حاليا هنا المهندسين اليوم بداو امس عندي هنا في لا ديريكسيون
درنا لهم تكوينات مكثفة في الأمن السيبراني. الآن حاليا راهم يديروا في تكوينات في الأمن السيبراني، وإن شاء الله كينكونوا كامل إن شاء الله. ما اللي راهم يهدروا بلي ميساج، يهدروا نورمال، يديروا لو فيلام، أو كاين واحد دار لو فيلام يكون هو ما عرف، اهدروا اهدروا نورمال. يعني عنده سؤال يتوجه يتفضل، مرحبا به. كال اي لو ريسبونسابل دي لوجيسيال تريكو؟ انا بعثنا لكم مراسله قلنا لكم ديروا لنا تروا ريسبونسابل، انا انفورماتيسيان، un comptable juste pour l'installation et juste qui d'accord, comptabilité générale ou analytique ou l'autre هذيك راح يكون comptable هو اللي يشرف على على اللوجيسيال تريكو، والادمينستراتور راح يكون هو الادمينستراتور، ممكن يكون هو شاف ديتابليسمون، ممكن يعين واحد في بلاصتو راح يشرف على العمليه، يكون عنده ان طابلو دبور، يكون الانترميديار ما بين التابليسمون تاعو وما بين الاداره المركزيه. C'est possible d'avoir des formations au niveau des établissements de santé pour les médecins spécialistes. Je n'ai pas compris. Là, il y a sur le marché, il fait meilleur force tricot. Eh, madame, mais aussi, je pense qu'on a un abdina, quelques spécialités. Un abdina, par exemple, la non-recherche. Ou la non-recherche, il y a 8 établissements. 8. Femme, يعني كان كالكو سيرفيس دو نون روشير مازال ما درناهمش، ورايحين دوزيام ايتاب سي لا شيروجي جينيرال. عندنا 247 ايتابليسمون رايحين ثاني نزيدوهم، رانا نمشيو بشويه. يعني لي ايتابليسمون اللي ما لحقوهمش لي كري ولا حبوك ما يديروا حاجه من عندهم ماذا بينا، داكور؟ رانا نقدر نخدموا اونكور فينالمون سي لا كونتراكتواليزاسيون بور بور اكتيفي ولا بور باش نبداو لوبيراسيون تاع لا كونتراكتواليزاسيون. فوالا مونك دو ماتريال بور لا نيميريزاسيون، زيدوش تقولوا لنا مونك دو ماتريال. لوبيتال عنده بيدجي، عنده كلش. فايروال فورتينات سيت بوكلي واش به؟ واش خاصو فايروال فورتينات؟ اوني بوزوان دو سيونس دو فورماسيون بور لو دم، فورمونا عليه. وي داكو داكو. المؤسسات العمومية للصحة الجوارية وقتها ما كانش واحد حارس على الشيء هذا قد انايا يعني. المديريات الفرعيه، وهذه المديريه الفرعيه نتاع لي سي اش يو باش جبناها ولا غير ما نحكي لكمش، ما نحكي لكمش باش جبنا مديريه فرعيه في لي سي اش يو، هذه وحدها ثاني صرا فينا مصرع. وانا دوك انا نضربو باش نجيبو مديريه الفرنسات بالانترنت وكذا العيادات. صح، ري بون كيستيون، يعطيك الصحه. بالنسبه للرب ان شاء الله رايحين مديريه الصحه راح نبعث لكم اكري ان شاء الله بارتي من لا سيمان بروشان باش ديروا دي رينيو مع لي دي او تي تاع الجيري تيليكوم في المؤسسات نتاعكم. درنا اجتماع سمانه هذه مع المديريه العامه المركزية تاع الجيري تيليكوم هنايا،
باش ديروا معاهم نتوما ثاني على مستواكم دي رينيو، وباش يعطوكم لا ليست دي زيتابليسمون كامل اللي ما فيهمش في بروبتي ابارتير من لا سومان بروشان. راح نبعثوا لكم فاتوره موحده نتاع الرابط بالفيبر اوبتيك، يعني راح تكون هذه الفاتوره ما ديباسيش 22 انترنت. داكور، راح تكون موحده على المستوى الوطني بلا لي ريدوفونس، نحكي غير لانستالاسيون تاع لو سيبور. اوكي، لانستالاسيون تاع لو سيبور راح تكون فاتوره موحده. ما يجينيش واحد يقول لي جاتني 200 مليون غاليه، واحد يقول لي جاتني 150 مليون، واحد خطر بعث لي فاتوره فيها 400 مليون كي ضربت على الصوره اللي قلت لك خليها بعد لي دوفونس. دوك نشوفوا هنايا، ماشي مشكل. احسن لو تطبق الفيسات، تقنيه الفيسات. الفيسات هذا ماشي تاعنا، الفيسات راهو داروه وزاره الاتصال والبريد والمواصلات، بداوه بعد ما كانش دروتو، رانا نستناو فيه. عطاونا درنا بروميير ايتاب كونسير لي زيكيبمون اي تي، رانا بعثناها لكم ديجا كامل، بعثنا لكم لي ميكرو، بعثنا لكم لي زوندولار، بعثنا لكم الكام، بعثنا لكم كلش. واش عطاونا؟ عطينا لكم قات دوزيام ايتاب نتاع لي زاسيات وهذاك الموديل نتاعهم، مازالوا ما عطاوناش. راهي الحكايه راهي مبلوكيه من عند الجزائريه للاتصالات الفضائيه، يعطونا نعطوكم الفيسات بور لو مومون. راه ما كاين عليه حتى خبر، حتى هما يديروا لي مارشي تاعهم كيفاش يريقلوا لي ليزاسيات وكذا، رانا نستناو فيها ان شاء الله. مع المديرية العامة للصيدلة والتجهيزات الصحية في وزارة الصحة، اللي عنده لي بي فارم يخدم به، لي بي فارم مليح. أنا بيرسونيلمون كنت في لافارماسي كنت نخدم به، اللي ما عندوش ولا عنده لوجيسيال واحد آخر ما عليهش يعني يزيد يخدم به، ماشي مشكل. كيما هو أن في تلمسان اما ديفلوبي بلاتفورم اونكور راهي نخدموا فيها مع الديريكسيون جينيرال دو لا فارماسي، نهار يوجد ان شاء الله رانا نلونسي تريكو. راح يغني على الايبي فارم فتات بالك دو في تيب، ممكن ترسلنا لشراء المعدات نتاع الفا سيكونت. لا لا، هي الفا يا سيكونت، هي من الافضل ديالو تاع السيكونت. علاه؟ لانه تاع الفان فيها غير لا داتا، تحب دير داتا مع المينيسير، يعني باش دير كونيكسيون انترنت لازم ديرها وحدك، دير مودام ادي اس ال ولا حاجه اخرى. اللي حاب يدير فيبر اوبتيك انترنت وفيبر اوبتيك داتا يخير دوزيام فاكتور، باش يديروا لكم هذاك الكونفرتيسور فيه ملتي بار كيما نقولوا حنايا، وتقدروا ديروا بهم كيما تحبوا لي كونيكسيون داتا انترنت حاجه اخرى اكسترا. اللي حاب يدير داتا بك وحدها مع المينيستر وكونيكسيون انترنت يديرها ادي اس ال، يدير الفاتوره الرخيصه اللي تاع 20 مليون ولا 25 مليون، ماشي مشكل. ماتريال دو تريكو اون ا اوتيليزي بور لو دام، ما يحتاجش ماتريال تريكو، ميكرو بار
ميكرو في يكون في الميكرو في الاخرى لا سال سونتر كالكول تاعكم تاع نتابع ليكونوما وتابع الكونتابيليتي ميكرو واحد يكفي باسكو راح نبداو غير بالسبيساليتي واحده اللي هي نوروشور هذا ما كان يعني ميديكو لي باراميديكو لا ريسبسيون بيرو دي زونتري اتسيتيرا قلت لك راح يكون عندك ميكرو واحد في الكونتابيليتي ما قلت لكمش عدم اقتناء لي ميكرو اتسيتيرا اعتمد على الوسائل نتاعك بالبودجيت تاع المؤسسه عادي اشري لي ميكرو كيما ما تشري عادي عادي المراسله كامل فهموها غلطه اللوجيسيال اللي هو قدام راح توفره لكم وزاره الصحه واعتمدوا على الوسائل اللي راهي موجوده عندكم دي ميكرو دي زيكرون تحبوا تشروا من البيدي تاعكم يشروا زي عادي عادي يعني كل عنده كيسيون يا جماعه حابين نسمعوكم تفضلوا انا غير نقرا في الميساج وعيني يزروني من القرايه يعطيك يعطيك الصحه برمجنا لقاءات نطرح فيها انشغالاتنا كل منطقه تفضلوا اطرحوا انشغالاتكم Les EPSP sont concernés par le tricot. Pour le moment, non. Les EPSP, ils m'ont joué. Donc, nous allons commencer avec quelques services. Le premier service,